بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا شوية بروبرتيز خاصة بالليست في الجزء اللي فات، هنشوف برضو بروبرتيز ثانية مهمة جدا وموضوعات هامة برضو خاصة بالليست. انا هعرف ايه؟ هعرف داتا كلاس هسميه بيبل بيرسون يعني او اي حاجة. عرفت ايه؟ var name، ده داتا كلاس عادي، وقلت له var name وده string، وعملت var age مثلا وكفاية على كده، وده انت مثلا خلاص عشان اقدر استخدمه بس ان انا ابعت النيم والايج، وعملت فانكشن بتاعت المين، وبعد كده هعرف فار فاريبل سميته سابور، ده بيانات احط واحد اسمه سابور يعني، وقلت له ايه بيبل، وهبعت له النيم بتاعه، قال النيم بتاعه مثلا سابور، وادي له سن وليكن مثلا 31. خدوا بالكم بقى عشان البيانات انا عايز اقارن برضو، فانا عايزكم تركزوا في البيانات وهنقارن ازاي. وعملت بي 1 بقى، دي بقى ليست، بقى دي ليست اوف غير الايه، غير اللي فوق ده كان عباره عن اوبجكت بس اللي هو سابور. انا هعمل ليست اوف بيبل، يعني كل اليمنت هيبقى عباره عن بيبل. هعمل ايه؟ هبعت مثلا وليكن اول اليمنت عندي هحط مثلا مهيمن كوما 31. طبعا لازم اعرفه ان دوت بيبل، لان ليست اوف بيبل مش معناها ان هو عرف اوتوماتيك اللي جاي بيبل، لازم احط بيبل وافتح الايه الكونستراكتور بتاعه عشان يقدر يتعرف عليه. فقلت له بيبل وفتحت قوس، فقال لي النيم ايه، قلت له مهيمن كوما، وقال لي الايج. خلاص ماشي، ده اول اليمنت في الاري. طبعا ممكن هو عامل كوما واضيف واحد تاني، كوما واضيف واحد تالت، فانا هضيف فعلا واحد تاني. خلينا نضيف مين؟ خلينا نضيف بقى سابور بقى، ما هو عباره عن برضو اوبجكت من الايه من البيبل، مفيش مشكله صح، بس الفرق ده سابور 31 ده مهيمن 31. تمام، هعمل كوما كمان وهدي واحد تاني سابور، يبقى عندي ثلاثة elements جوه الليست. خدت منها كابي، عملت بيست، وعملت بي 2. هغير ايه؟ مهيمن بس اخليه ايه؟ اخليه بسمله نفس السن، انا مغيرتش السن في اي حد، ها برضو بيبل وكل حاجة، بس غيرت الاسم بس، مفيش عندي اي مشكلة. بس هنا بدل سابور لا، انا هاخد البناء بتاعها، ما هي هي يعني بنيتها من اول وجديد، او اخدت الاوبجكت اللي انا معرفه مش هتفرق. خد بالك عشان الحقيقه ده اللي عايز اوضحه اصلا في الفيديو، الاختلافات دي خلاص. فطبعا الاختلافات دي ما بتفرقش هنا، هتبقى ايكوال يعني، هيبقى ايكوال، هيبقوا بيساووا بعض حسب كنت عرفته من اول جديد، ان انا مش بشاور على مكانهم في مش بشاور على مكان في الميموري المحتوى ذات نفسه. فلما جيت قلت برنت لاين، هل البي 1 بتساوي بي 2؟ طبعا هيطلع نو no، عشان في فرق ما بين مهيمن وبسمله، ده الفرق اللي في الاثنين ليست. لو قلت بي 2 اللي هي الليست الثانيه، عايز اخش في اول اليمنت فيها، يبقى اوف زيرو، فمعامل القسم بتوع الاري عادي جدا، اوف زيرو خلاص. وبعدين ايه عايز اوصل لمين؟ عايز اوصل للنيم او للايدج خلاص، فاقول له ايه دوت النيم، دوت النيم، واغير الاسم، فهشيل بسمله واحط ايه مهيمن. في الحاله دي كده بقى زي اللي فوق صح، وكده البيانات تطابقت تماما. كده المفترض ان البيانات تبدا تحصل لها ايه عمليه تطابق. فلو عملت كده كابي بيست لفكرة الإيكواليتي، هنلاقي إيه؟ إنه مفترض الأولانية تطلع فولس، وبعد التعديل البيانات تطلع إيه؟ ترو، لأنه مش هيهتم بالإيه؟ زي ما إحنا شايفين كده، قال لي فعلا فولس، وقال لي التانية دي ترو. خلاص فهمنا الفكرة؟ يبقى كده قدرنا نقارن ما بين الإيه؟ التو أيتمز بلا مشاكل، مش التو أيتمز، التو ليستس.